بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. قبل أن ندخل في صلب الموضوع نبدأ بهذه المقدمة لبيان أهمية باب الطهارة في الإسلام. ونحن اليوم البشرية جمعاء في أنحاء المعمورة تمر بأزمة وبوباء خطير قد انتشر ولم يترك بقعة من بقاع الأرض إلا واندلع وتفشى فيها هذا الداء الذي يسمى كورونا. الحمد لله نحن ندرس يعني مع هذه المجموعة المباركة في مادة الفقه لنبين كيف الإسلام قاوم، لأن الإسلام دائما يأخذ بالأسلوب الوقائي والأسلوب العلاجي. الأسلوب الوقائي أن الإسلام اهتم بالطهارة وبالنظافة، بطهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان وطهارة الفم، وأمر الإسلام بالتطهر من جميع القادورات والخبائث والنجاسات، وأمر بتنظيف الفراش عندما يأوي الإنسان إلى النوم. وتحدثنا في هذا الباب عن مجموعة من المسائل التي تبين عظمة الإسلام. إذن فالله تعالى يقول في محكم تنزيله وهو يثني على أهل قباء: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولأن هؤلاء كانوا يجمعون بين الاستنجاء وبين الاستجمار والاستطاب والاستبراء، ولله الحمد. كل هذا موجود في ديننا والمضمضة، وكان صلى الله عليه وسلم يشوص فمه، لأن هناك مادة يعني تخرج يعني من البدن، هذه المادة الخطيرة التي يعني تساعد على هضم الطعام، فهي تتصاعد إلى الفم، وإذا خرجت فإنها تحدث يعني سما. ولذلك المسلم أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالمضمضة وبالاستنشاق: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يعني الحمد لله. إذن فالإسلام يهتم بنظافة الإنسان كان حيا أو ميتا. إذن ثم النقطة المحور الثاني: لا ينبغي للمسلم أن يصاب بالهلع وبالجزع وبالرعب والذعر، لأن الذي أحدث يعني هذا الفيروس وهو الله عز وجل، فهو رب السماء والأرض، فالله عز وجل أرسل هذا النذير، نذير من النذر ورسالة من رب العالمين. إذن أولا يجب أن نأخذ بالأسباب الوقائية، الأسباب الوقائية حتى لا نتعرض إلى هذا الفيروس كورونا. والأمر الثاني أن الإنسان أن ينظر إلى ما يحدث في هذا الكون بمنظورين: بمنظور كوني قدري، أي أن الله أراده كونا وقدرا لحكمة يعلمها، وشرعا أن المسلم ينبغي أن يصبر، و يعني خص المسلم خصو يعني هذا المرض دابا اللي وقع حنا خصنا نصبروا، وما خص الإنسان يتقلق. كيفاش نتعاملوا مع هذا؟ خص الإنسان أولا يصبر، ثم شنو هي الأسباب التي اللي كتساعدنا باش الله سبحانه وتعالى يرفع علينا؟ ماشي الناس غادية
وكيجريو البوت شخاب وجري، لا كاين هناك امور يعني خصنا كيفاش نتعاملوا معاه من الناحيه الدينيه احنا كمسلمين، انا كنتكلم على كمسلمين كمؤمنين. وهو اول شيء وهو الانسان خصو يكثر من الاستغفار، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وقد امر الله عز وجل نبيه نوح عليه السلام في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا. ثم التوبة، لأن قلنا التوبة والاستغفار الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، التوبة من الظلم، التوبة من الشرك، التوبة من الكفر، التوبة من النفاق، التوبة من أكل أموال اليتامى، التوبة من جميع الفواحش والإثم والبغي وإخراج زكاة الأموال. فالإنسان الذي اللي ما كيخرجش الزكاة راه سيدي ربي كيمل علينا الريخن من الفوق كيمل علينا، لأن ماشي الأورو ولا الدرهم اللي كيحكم. فحنايا كنعيشوا في هذه الدنيا حنا ضعفاء، لا حول لنا ولا قوة أيها الإخوان أيتها الأخوات. والله العظيم عندك الظن بأن احنا هذه التكنولوجيا وهذا يعني هذا التقدم العلمي، لا والو. شوف فيروس واحد لما جاء ماذا أحدث في العالم. إذن فعلينا أولا كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ثم التضرع، نسأل الله سبحانه وتعالى وندعيه، لأن سبحانه وتعالى الله تعالى يعني ذكرنا بهذه الرسالة الربانية حتى يعني توقظنا من الغفلة ومن الإعراض، وتذكر الأغنياء بإخراج زكاة الأموال، وتنبه المنحرفين باش يرجعوا لله عز وجل لما كيصليش، لأن هذه الفواحش كلها هي سبب هذه الأمراض أيها الإخوان. فالله تعالى حرم علينا الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. فهذه هذه المحرمات اللي ذكرها سيدي ربي هي اللي كتسبب في هذه الفيروزات، هي اللي كتسبب في هذه الأمراض الفتاكة، سواء علمنا يعني سببه او لم نعلم سببه. إذن وكذلك يعني التصدق، الانسان خصو الصدقه كما قال ابن القيم رحمه الله. فالانسان الذي يتصدق في سبيل الله، الصدقه المقصود بها يعني امرين، الصدقه المقصود بها وهي زكاه الاموال، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الإنسان اللي عنده الذهب، اللي عنده الفضة، اللي عنده الأموال بلغت النصاب 85 غرام وداز عليها العام، فخص الإنسان يخرج عليها. واللي عنده الغنم والبقر، واللي عنده الأراضي الزراعية سقيت بالمطر أو سقيت بالنضح، فهمتي، خص الإنسان يخرج الزكاة. إذن والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذن ثم الصدقة، قال ابن القيم وهو يعني يزف إلينا هذه القاعدة الذهبية العظيمة، قال لك يعني للأسف الشديد كلقوا الناس غاديين عند السحارة والمشعوذين وكيكذبوا عليهم تيقولوا غندير لك القبول. أش من غادير لك القبول؟ القبول المرأة قال لك بغى يدير لها القبول باش يعني المرأة إلا بغى راجلها خاصها تعرف كي تهضر وكي تكشط وتعرف كي تسحر تفهم نفسية الرجل. فكاين هناك واحد الباب كيتسمى باب الصدقة، الصدقة ديال التطوع، هاد الصدقة ديال التطوع. قال ابن القيم رحمه الله يعني أن الإنسان لما كيتصدق بحال عمل عسكر، بحال عمل واحد الجنود. ها هاد الجنود شنو؟ هاد الجنود كأنه استعمل عساكرة يدفعون عنه الشرور، كيدفعوا عليه الشر وكيدفعوا عليه العين الإنسية الجنية العين الحيوانية، لأن حتى العين ديال الحيوان كتضرب.
حتى القط عندك في الدار يضربك الا ما تهليتيش فيه، وكتقول لنا ملي جاتني هاد الضربه جاتك من القط. يعني نعم هادشي راه ذكروا ابن القيم في كتاب الطب النبوي، لله يضر هذا الرجل، هذا شيخي واستاذي ابن القيم رحمه الله. اذا فكانك استعملت الحصن الحصين، واستعملت يعني ال 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 الورد الالهي، الحرز، هذا هو الحرز الشرعي. ما تقيسك لا عين ولا سحر ولا شر باذن الله تعالى. ثم كذلك الاحسان، الانسان يحسن الى الناس بالقول وبالفعل، ماشي الانسان تيكون غير مقلق اير الين عايش غير بوحديه وبوص. مالك اخويا بوص؟ حتى واحد ما طلب منك تعمر الشيك ولا شي حاجه. خص الانسان الاحسان. كان صلى الله عليه وسلم، وهذه رساله اوجهها الى اخواني واخواتي، فعلينا ان نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقتدي بالشيطان وبالهوى وبالعرف و و و لا نقتدي برسول الله. كان دائما البشري، هذه هي الشخصية، دائما البشري، دائما كيضحك، دائما لاخر صلى الله عليه وسلم. دائما البشري، سهل الخلق، لين الجانب. إذا الإحسان لمن؟ المرأة تحسن للزوج ديالها، والراجل يحسن للمرأة ديالو، والإحسان إلى الجيران، كانوا مسلمين أو كانوا كتابيين أو كيفما كان. الإحسان لأنه جاء عاما، فهو لا يفرق الإحسان، إن الله يحب المحسنين. الإحسان بالقول والإحسان بالفعل، وكذلك صلة الرحم. راه حنا اليوم كنعيش واحد الظاهرة اجتماعية خطيرة يندلها الجبين. شنو هي الظاهرة؟ كل شيء ولا مقاطع، العائلات كبوط، هذا ما كيزور هذا، ديت فاميلي نيت بيزوك ديش. علاش؟ لأن ما كاينش ثقافة الحوار. الانسان اصبح مريض نفسيا، ديبرسيس ولا ما عرف شنو كيسميوه، الاكتئاب. اودي ما شاء الله، واكله وشربه وعندها ديبرسيس. ديال اش ديبرسيس؟ لان اللي كيبني الشخصيه ديال الانسان، وسمحوا لي هذه الكلمه واشكر اخي ابراهيم، يعني لان باش نذكروا الاخوان ديالنا، لان شكون هو اللي كيبني الشخصيه؟ في هاي اس باو بيرسونيل ديال بنادم، شنو هو؟ هو الفكر. الفكر. فالان كنشوفوا في المجتمع ديالنا كاين الشخصيه الوسواسه، كاين الشخصيه الاكتئابيه، كاين الشخصيه العدوانيه، كاين الشخصيه الحقوده الحاسوده. منين هادشي؟ من الفكر. ولذلك قال شيخي رحمه الله ابن القيم: حياتك تبع لافكارك. والله العظيم الحياه ديالك يو لايف فول يو دينك يا لاخر. الحمد لله كذلك ما يبراتيش داود لك. الحياة ديالك كتبع الفكر ديالك، إذا كان الفكر ديالك نيخاتيف يو ليف نيخاتيف. إذا كان الفكر ديالك نضحك أحسن الظن بوزيتيف يو ليف بوزيتيف، أحسن الظن بالله تعالى. لما توقع لي شي بروبليم ماشي فاروم فاروم، خصني إكزوك أوبلوسن، نفكر في الحلول باش ما نتقلقش، نكون دكتور. علاش فارو وبقى تماك فارو كدور تماك؟ ملي كتشعل العافيه براند فير كيجيو يطفوا العافيه، ماشي في هاي براند شكون اللي شعل العافيه؟ كيجيو يطفوا عاد نفتحوا الميل في الاخر. بخريبن نيت بخريبن. الحمد لله. يا الله خويا بارك في هذا القدر. اذا والانسان خصنا نرجعوا الله تعالى والدعوه الى الكتاب والى السنه، وعن الإنسان أن يتقي الله، أن يدعو إلى المنهج الصحيح، وأن يبتعد عن الخرافات وعن الشركيات وعن الوثنيات، ويدعو إلى الإسلام الصحيح النقي. وأختم بهذه الآية حتى أنتقل إلى موضوعي الرئيسي، وهو قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما ننظر الآن يعني هذه القلاقل والمصائب والمكدرات والمنغصات، والله ما سببها إلا بمخالفة تعاليم الأنبياء والرسل. إذن فعلينا أن نعود وأن نتبع سيد الأولين والآخرين إن أردنا أن نركب سفينة النجاة. بغيت تركب في السفينة النجاة تبع النبي صلى الله عليه وسلم. الريبي فايز، أنا غادي نقول كورت كرايخت، الريبي فايز هو الإسلام. أنا كنتكلم مع المسلمين،
الريبي فاز كيفاش تزوج كيفاش تاكل واش انت غادي مقتنع قال لك لابس الكومبلي ديال فيل هون 100 اورو وراسو خاوي بحال بيروش اش انا والو ساكنه عيشه قنديشه. يلا ابراهيم دوز لقدام. طيب واحد الان قبل ان ندخل الموضوع الجديد واحد الاسئله بسيطه. طيب من يذكر لي ما هي الاسماء التي ذكرناها في باب ادب التخلي في الاستنجاء وذكرنا معها شيء اسماء اخرى؟ من يذكر الاستنجاء والاستجمار والاستطاب والاستبراء مفهوم؟ شوف الحمد لله الاخوان ديالنا راه استفدوا. إذن أدب التخلي تكلمنا على الاستنجاء عنده أربعة ديال المترادفات وكلها تدل على شيء واحد وهو ها الله يفتح لك يا سيدي إبراهيم هي إزالة النجو. شنو هو النجو؟ هو النجاسة سواء كان غائطا أو كان بولا أو كان بولا. طيب أحسنت. ما هي الممنوعات؟ شنو هي المسائل اللي ممنوع ما نستعملوهاش في الاستنجاء والاستجمار؟ لا خليك انت ابراهيم. العظام من شيء اخر؟ الرمه يعني العظم البالي الذي يعني اصبح نخرا هذا العظم الذي يتفتت العظم بوت ديال شخاب ولا ديال كو ولا ديال براون ديال بوت فهمتي؟ هذا كي درتي لي هكا كيتفتت مليناش غادي باش تنج غادي دير بحال غادير زانط. جيت شنو اخر؟ قلنا الرمى والروث. لماذا قلنا الروث؟ لا يجوز الاستجمار ولا الاستنجاء بالروث لانه ولانه طعام الجن فالله يفتح عليك ولانه طاهر ام نجس؟ نجس ركس فهمت؟ احسنت. شنو اخر ذكرنا؟ الحمامة. الله يضحك يا سي ابراهيم. شنو هي الحمامة؟ بالهولندية قولها. هاوت كول. هاو سكول. هاوت ايه هاوت هو العود. سكول محروق. ايه وراك عارف الهولندية بغيت تدوروني. طيب شنو هي المسائل اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نستقبلوها؟ شكون اللي يقول لي؟ لما نبغيو نتسنجاو خصنا ما نستقبلوش القبلة. ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها. أسبلات نيت ستان نار قبلة نيت أختر أوف فور مخنيت ريخت أوف لينكس. إذا كان في البنيان متجاوز فيه هذا البنيان ما كاين مشكل ولكن إذا كان الإنسان في الصحراء أو في البيداء ها أو في الخلاء ما كاينش البني هو الذي نهي. أما هل يجوز أن نستقبل الشمس والقمر بالبول والغائط؟ نعم هناك من الفقهاء من قال لا نستقبل وهذا ليس عليه دليل والعلم دائما خذوا هذه القاعدة. العلم شنو هو الدليل؟ العلم هو ما قام عليه الدليل. قال الله قال رسوله قال الصحابة أيضا ليس بالتم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طيب الآن غادي ننتقلوا للموضوع ديالنا الجديد وتكلمنا على أدب الدخول المرحاض والخروج وأن الإنسان لا يجوز يعني. طيب الآن عندنا باب الغسل وحكم الجنوب. أقرأ الأخ إبراهيم أقرأ لنا هذه الأحاديث. باب الغسل وحكم الجنوب. نعم تفضل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله باب الغسل وحكم الجنب
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة رضي الله عنها: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة رضي الله عنها: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخره: ثم أتيته بمنديل فرده. وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعنها رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وفيه راو مجهول. بارك الله فيكم. بعد أن سرد أخونا إبراهيم هذه الأحاديث بمجموعها ورمتها التي تندرج في باب الغسل وحكم الجنوب، طبعا الحال سوف نقدم لإخواننا ملخصا مستنبطا من هذه الأحاديث بمجموعها إن شاء الله تعالى. أولا، يعني كما وعدناكم أننا في بداية كل حصة لا بد أن نتحدث عن راوي الحديث أو عن صحابي. اليوم سوف نتحدث عن أم المؤمنين
وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن غنأخذ واحد النبذة مختصرة. عائشة رضي الله تعالى، من هي عائشة؟ عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، يعني عائشة بنت أبو بكر، أبوها هو أبو بكر الصديق، عبد الله بن أعد عائشة بنت أبي بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنوات أو 6 سنين، يجوز تقول سنوات ويجوز أن تقول 6 سنين، نعم إذا كان العدد ما بين 3 إلى 9 يجوز أن يذكر ويؤنث، بضع سنين، وقيل 7، ودخل بها وهي بنت 9، يعني في شوال، وكان دخول بها صلى الله عليه وسلم دخل بها في شوال. ولدت عائشة بعد البعثة، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنوات. عائشة ولدت بعد بعث بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. والوحيدة التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا هي عائشة، وكانت تفتخر بكرا. كاين هناك، ما هو الفرق بين البكر والثيب؟ كتعرفوا هذه المسألة؟ البكر صافي، البكر هي كاين، شوف البكر وكاين الثيب. الثيب هي المدخول بها، هي التي دخل بها الزوج، هذه هي التي لم يسبق لها الزواج، العزباء العذراء ماخت ياك صافي ماخت. مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أحب النساء إليه صلى الله عليه وسلم، فكان أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وهي عائشة، فكان صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها. إذن يعني ولدت قبل البعثة ب4 سنوات، تزوجها وهي بكر، ها تزوج بها وهي عندها في العمر ديالها زيس يار أو سيفل، ولكن راه كانوا فايضين ديك الساعة ماشي بحال اليوم، ودخل بها وهي بنت 9 سنوات. ونزل القرآن في براءتها، نزل القرآن ببراءتها، لأن المنافقين كانوا تهموا عائشة، قصة الإفك المعروفة وكذا وكذا، ولكن الحمد لله نزل القرآن ببراءتها، يعني أنزل الله في شأنها قرآنا يقرأ إلى يوم القيامة، يتلى في المحارب آناء الليل وأطراف النهار. لا 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 لا, لا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة لا تحسبوا، نعم عرف قصة النور، الله سورة النور يلا باختصار شديد. كانت فقيها، كتعرف الفقه، كتاب الطهارة، المياه، كانت فقيها ومرجعية في الفقه، وكانت صاحبة معرفة بأنساب العرب، كانت كتعرف مثل أبيها، وكانت عابدة زاهدة، وكانت شاعرة وطبيبة، حتى قال أبو عمر بن عبد البر عائشة رضي الله تعالى عنها وحيدة كانت، يعني ما شاء الله، يعني مفوقة في 3 علوم، علم الفقه وعلم الشعر وعلم الطب. نعم ابن عبد البر، يعني كانت عائشة وحيدة عصرها في 3 علوم. عائشة شوف العيال اش كيدايرين، الطب حنا المرأة خصها كذلك، خصها تكون عندها الطب، ماشي الرجل جالس عليها بفارينة
قتلاته فارينة مسكينة، فارينة في الليل في الصباح، لا لطيفة لا لطيفة، فارينة ماشي لامود، والو اللحم افنقار ويسوم. انا كنتكلم مع والله الا كنتكلم، واخا انا الكلام ديالي فيه شويه ديال الضع، والله الا ما عندناش الثقافه ديال التغذيه. علاش دابا بنادم كيتصب هشاشه العظام، الكوليسترول طالع؟ اي عندنا اللي يكره هو في ديك، شوف الاوروبيين ما كياكلوش الخبز بزاف، عمر البلاطو بالبطاطا وكل الفرشيطه يا العفريت، حيد راه ليكر الخبز ليكر، ولكن خطار يسخفر لك، كيضعف الثقافه الجنسيه. راه كنهضر معك راه والله، واللي مريض بالسكر يبعد من الخبز في الصباح، الين سمورخن فيرستوك ستوب نيتمير لاوسترين نيت لاوسترين. ها الطب والفقه، علم الفقه وعلم الشعر وعلم الطب، روات 2200 حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، روات 2200 حديث. نكتبوها هنا انت، يعني قلنا كانت شاعرة طبيبة زيد وفقيها عالمة بأنساب مثل أبوها. وغنكتب لكم واحد العبارة عجبتني، وكان أبو بكر الصديق أبوها شنو كان بالنسبة لعائشة؟ غتعجبكم هذه العبارة، إبراهيم سيكتبها. كان أبوها كالدوحة الباسقة، شو مش دغيا كيكتبها، شو اللغة العربية كي دايرة؟ كالدوحة، كان أبوها كالدوحة، الدوحة ما معروفة الدوحة، وهي ديك الشجرة الباسقة. أي هي هذيك الدوحة؟ الله يفتح لك، زويونة هاد العبارة. أي في وسط البستان، كان يعني كان أبوها كالدوحة الباسق، ما معنى الباسقة؟ لا الباسقة هي والنخلة باسقة طويلة التي يظل أو التي يستظل أو التي يظل بظلها كالدوحة الباسقة، التي يعني كان أبوها كالدوحة الباسقة التي يظل بظلها، هي يستظل أو التي يستظل، صح التي يستظل، عفوا التي لا يستظل بظلها. زوينه شعله والله لا، هذه دابا انتم خصكم تستعملوا في الكلام ديالكم في اللغه الاقتباس والاستعاره المكنيه. انت كالقمر او انت كالبحر اللجاج تدفقا، لان الطريقه ديال القران. نعم انت، لا انت كالدوحه، او تقول لا يعني انت كالدوحه او كالبحر او كالبحر اللجاج تدفقا. كان الامام الحسن البصري كالسراج المنير تلفقا، وكان كالبحر اللجاج تدفقا، وكان بحرا لا تكدر الدلاء. يستعمل الانسان هذا، أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم وقد نبه النيروز في غصر. هذا ديال البعتوري، زوين الإنسان كيبدا ياخذ من هنا ومن هنا. زيد شنو آخر؟ قلنا شحال روات من الحديث؟ 2200 حديث، وكانت فصيحة، فصيحة فصيحة في اللغة، لا تتلعتم ولا تتتعتع، تكلم باللغة العربية الفصحى القحة. اللغة العربية. حنايا مسكين واحد الولاد ديالنا، ولكن فيهم الخير. انايا كاين مسكين اللي يتكلم، واحد الولد مسكين ما عارفش يتكلم، كاين ولد صغير، علاش؟ على حسب الاستماع وعلى حسب الدراسة، خص الواحد يتعلم. وكان يرجع إليها كبار الصحابة. عائشة
رضي الله تعالى كان يرجع إليها كبار الصحابة في الفقه في الحديث في كل شيء كانوا يرجعوا إليها. أي الله وهي الراوية بعد أبو هريرة. نعم توفيت ليلة الثلاثاء 17 من رمضان 17 رمضان وصل أي نعم وصلى عليها أبو هريرة بعد صلاة الوتر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا هذيك تزوجت في النوبة الأولى دابا حنا ماتت لا تزوجت لا يعني في شوال في شوال لا الثلاثاء الثلاثاء 17 رمضان وصلى عليها عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة بعد صلاة الوتر بعد صلاة بالليلة. ايه وشوف كيفاش كانوا كان صلاة. نعم الآن غادي نبداو إن شاء الله تعالى طيب أخوكم إبراهام بدأ بالحديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء رواه مسلم وأصله في البخاري. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى الماء من الماء؟ ما المقصود هنا؟ ذكر لفظ الماء مرتين، الماء الأول ماذا يقصد بالماء الأول وماذا يقصد بالماء الثاني؟ الماء من الماء. لا 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 دير ما يعرفه. ها صعيبة شوية. الرجل أحسنت، يعني الماء المقصود الماء من الماء، يعني الماء الأول شنو كيقصد به؟ واش الماء الذي نغتسل به ونرفع به الجنابة، أو يقصد به الماء المني الذي يخرج من الرجل ويخرج من المرأة؟ كناية. إذن الماء الأول مقصود به الماء الأول، الماء الأول وهو المني. الماء فإذا خرج الماء فإنه يغسل بالماء، الماء من الماء. شوف شوف يعني سبحان الله العظيم، يعني صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بجوامع الكلم، يعني كان كلامه كورت كراخت ولكن المعنى دياله غزير ودقيق. طيب احنا غادي نتكلموا الان باش غنبداو على الجنابه. الان دابا غنطلقوا ما معنى الجنابه. الجنابه لغه وهي البعد، الجنابه هي البعد. الإنسان إلا جنب خصو يبعد من الصلاة، يبعد من القرآن، هذا هو المعنى ديالها. إذن الجنابة لغة وهي البعد، واصطلاحا إنزال المني أو التقاء الختانين. الجنابة في الاصطلاح هو خروج المني من الرجل أو خروج المني من المرأة أو التقاء الختانين، يعني يحصل الإيلاج وتغييب الحشفة والكمرة. أنا كنهضر معكم يعني هذا الشيء لا استحياء في الدين. التقاء الختانين وخا ما خرجش الماني، يعني قد الرجل ينعس مع المرأة وذكره يدخل في مهبلها، يدخل في الفرش ديالها وما خرجش الماني وناض بحاله قال صافي. إذن شنو هنا خصو بغى يمشي يدير بوتشخاب الانسان ما بغاش يكمل. يا الله خنا ابراهيم فهمتي.
هنا خص فراو دامس ايرن يموت فاسن. هادشي اللي بغينا نوصل لان راه كثير اللي ما كيعرفوش هادشي. ف اذن الرجل اذا ضاجع او بضع او لامس او لامستم كله معنى واحد. الملامسه هو الجماع الوقاع او وقع. فالرجل اذا نعس مع المراه ديالو ودخل يعني الفرج في بضعها وفي فرجها ونض، مجرد تغيب الحشفه والكمره الراس ديال الذكر يتسمى الكمره والراس باش تعرفوا في الفقه. لا لا لا, لا باش نتعلموا اخويا قالك نتعلموا بحال اللي كيتعلموا في الطب ما كيهضروش في هذا الشيء. لا هادشي باش نعرفوا. اذا يعني الجنابه يعني الجنابه الجنابة لو أحسنت الجنابة لغة كتباب هذا باش تكون واضحة هي البعد. هذا هو الواقع ما في مشكلة سعين. واصطلاحا خروج المني عن طريق اليقظة أو الاحتلام. فاكر أوف شلابن دروم ياك اللذة يعني. لا دابا هنا يا الإنسان ها هو ناعس في الليل وحلم إلى حلم بواحد اللذة ولكن خرج منه الماني فرأى يعني خروج الماني لقى التوب ديالو فازق لا استحياء في الدين. هنا يجب عليه الغسل. والمرأة كذلك فالمرأة مثل الرجل. ولهذا الحديث اللي قرأ الأخ أم سلمة كتسأل هل على المرأة من غسل إذا رأت؟ نعم. فالمرأة ومن أين يكون الذكر؟ من ماء من البويضة يعني إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. البويضة عند المرأة والنطفة عند الرجل ديك السيلول ديك الخلايا اللي كتجري. إذن فالمرأة يعني حتى هي كتحتلم ولكن إذا رأت آثار المني أو أنا رأت التوبة مبلل القتل حوايج فازقين خصها تغسل. لكن إذا شعرت بلذة ولم ترى شيئا لا الرجل ولا المرأة لا يجب عليهم الغسل. هم هذه مسألة فقهية دقيقة أحببت أن أدرجها في هذا الباب حتى يكون إخواننا وأخواتنا على بينة وبصيرة من أمر دينهم. مفهوم؟ واش داود لك ولا نداود لك؟ الحمد لله اكبين ارخ بلاي الحمد لله. طيب نعم خروج المني. علاش نقول خروج المني عن طريق غير باش نزيد هنا شي شويه واخا ما نذكرش في الكتاب انا كنجي عن طريق اليقظه او خروج المني في اليقظه هكذا نقول في اليقظه او الاحتلام. واضح؟ أو الاحتلام اصطلاح أو التقاء. هذه نقطة مهمة التقاء الختانين. ما معنى الختانين؟ شوف في الشريعة الختان ختان المقصود به ختان الرجل وهو الذكر وختان المرأة هو الفرج أو البضع. ها؟ لا الالتقاء المجرد به هو أن يحصل التقاء المقصود به ماشي التقاء الرجل تلقى مع المياه نقص يمشي يغسله. لا جلس على شعابها الأربع وجاهدها وحصل أن يحصل الإيلاج بينا هو الإيلاج. مفهوم؟ الإيلاج تغيب الحشفة والكمرة. والله العظيم إلا كتخرجوا بفوائد اسمح لي هادشي. الكمرة الذكر ديال الإنسان التقاء باش ما يشوفوناش. دابا شنو هي الحشفة وشنو هي الكمرة؟ شكون اللي يقول لي الحشفة؟ الحشفة الذي
راس الذكر، راس الذكر داك الشابو هذاك. لا معليش معليش غير باش نفسر الاخوان ما يفهموا، ها لا استحياء في الدين، هذاك اللي يدير بحال الشابو هذا، هذا كيتسمى الحشفه. والكمره شناهي؟ الكمره هي هذيك، هو هذاك الفوقاني الاولاني، وهذاك القضيب هو الحشفه، فهم تغيب الحشفه والكمره. المهم رجعوا ليها في الانترنت غتلقاو احسن، صافي رجعوا تغيب الحشفه. فذاك وهذا هو الذي يجيب الحد ويجيب المهر، هو هذا يعني ذاك الراس ديال الذكر مجرد الى غاب ماشي كله، غير ذاك الاولاني الحشفه والكمره صافي المهر. لما عندك المهم فهم صافي مفهوم الاخوان. اذا قلنا لان كثير من اخواننا واخواتنا يجهلون هذا الحكم الشرعي مع انه واضح في كتب الفقه. فالرجل اذا باشر زوجته وحصل الإيلاج وتغيب الحشفة والكمرة فإنه يجب على كل واحد منهما الغسل، واضح؟ نعم، سواء أنزل أو لم ينزل. وخصنا نبدا نزيدوا هذيك، إذا الإنسان مجرد حصل الإيلاج دخل الذكر ديالو وما خرجش الماني، أنزل غادي يغسل ولم ينزل غادي يغسل، واضح؟ الله أنزل هو خروج الماني، أنزل بمعنى أنزل الماني، خرج بلدة كبرى ويحصل بعدها فطور. ولماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت؟ المسائل ديال الفقه جميلة جدا والله إلا شفت، بل إن هذه دراسة منهجية. علاش سمت الجنابة؟ يلا قولوا لي لماذا سميت الجنابة؟ أحسنت، لتجنب العبادات كما تفضل أخونا، لأنه يتجنب الصلاة ويتجنب قراءة القرآن. لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن، لا يجوز. الحائض يجوز لأن حيضتها ليست بيدها، ولكن الجنوب يستطيع أن يغتسل في أي لحظة وفي أي وقت، فهم؟ إذا لأنه يتجنبها، ومن هنا تسمت البعد عن الصلاة وعن القرآن وعن المسجد نعم. وكانت العرب تطلق الجنابة، سبحان الله العظيم، شوف العرب قديما كانوا يطلقون الجنابة على الرجل الذي جمع أهله أنزل أو لم ينزل، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، لأن الجسم يصاب بالخمول والكسال، وعندما يغتسل سبحان الله العظيم فإن جسمه ينشط، سبحان الله دي معروف، لأن المسام ديال الجسم كلها يعني تسد. نعيد، قلنا إنما الماء، عفوا باش نصحوا الإخوان ديالنا بعض المسائل، قلنا إنما الماء من الماء، الماء الأول، الماء إنما الماء من الماء، يعني الماء الأول وهو الماء المعروف الذي يغتسل به. من يعني يغتسل بالماء إذا خرج الماء الثاني وهو الماني، إذا الماء الثاني هو الماني، واعقلوا عليها، إذا الماء الأول الماء الذي نغتسل به، الماء المطلق الذي يصلح للعبادات وللعادات، الماء المطلق الذي سبق أن تحدثنا عنه يعني في أول حصة وقد شرحناه شرحا مستفيضا، فلا داعي إلى إعادته مرة أخرى. كان في أول الإسلام أن الرجل
إذا جامع أهله ولم ينزل، يعني مجرد قلنا التقاء الختانين، التقاء الختانين وهو المقصود به هو الإيلاج وتغييب الحشفة والكمرة، لا يجب عليه الغسل. ثم نسخ هذا الحكم، ثم نسخ هذا الحكم. إذن وأصبح الغسل فرضا على من جامع ولو لم ينزل، مفهوم؟ عندنا في الإسلام النسخ معروف هذا. إذن في الأول كان يعني جائز، ثم نسخ هذا الحكم، إذا جمع ولم ينزل لا يجب على الغسل، ثم نسخ فأصبح يعني الغسل على الذي أنزل أو لم ينزل. شوف الأدب ديال الإسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع. ما معنى شعابها الأربع؟ اليدين والرجلين الفخذين، هو ذلك شعابها الأربع، أو قيل هو كناية عن الجماع، لأن القرآن يستعمل الأدب الرفيع. كيستعمل المباضعة والملامسة، أو لامستم النساء، ماشي لامستم قصتوا، لا، الملامسة والجماع، وأحيانا يستعمل النكاح، فهذه كلها من باب الأدب. جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها، فقد وجب الغسل. طيب الآن غنتكلم على واحد المسألة هي غير مذكورة هنا ولكن جديرة بالاهتمام، ولأن هذه كتهمكم أنتم كطلبة علم. الآن لابد أن نتكلم عن صفة الغسل. صفة الغسل من جنبة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه فصل هذه المسألة تفصيلا يعني جميلا. قال بأن صفة الغسل تنقسم إلى قسمين: صفة واجبة مجزئة، وصفة يعني كاملة، صفة كاملة وصفة مجزئة. ما هي الصفة المجزئة؟ هي الواجبة، لا صحيح، والتي يحصل بها الطهارة. فالمجزئ، المجزئ، إذن احنا يا سيكون واضح، قلنا صفة الغسل، وهذا إذن هذا ألقه في القمامات أو في اليم، لا هو النهر. صفة الغسل، صفة الغسل، صفة الغسل، باش نديروا الطريقة الأكاديمية، صفة الغسل، صفة مجزئة، مجزئة وصفة كاملة، واضح؟ الغسل ديال الجنابة، وهذا يدخل فيه الحائض والنفساء وغسل الميت والغسل يوم الجمعة، يعني لا يخرج عن هذه الصفة. إما أنت فأنت مخير بالنسبة للحي، كان رجل امرأة، أنت مخير إما أن تختار الصفة المجزئة والصفة الكاملة. الصفة المجزئة أولا وهي أن تنوي، أن تنوي الغسل، أن تنوي، ماشي أن تنوي، ما نقولوش الغسل، أن تنوي رفع الحدث، لأن الكلام غير واضح. إذا قلنا تنوي الغسل شخومك ني رفع الحدث، يعني غنوي بأن باش نحيد الجنبة، ماشي إذا قلت الغسل إرئس فرشخين تيسن فاسن إيه باش نغسل من الجنابة، ولا لا؟ لأن النية، لأن النية، لماذا شرعت النية؟ النية شرع الله عز وجل لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم لتمييز العبادات، باش كنميزو، لأن إلا جيت أنايا وحليت الدوش وأنا ما نوش الجنابة، واش غسلتي ولا ما غسلتيش؟ ترفع ما ترفعش، علاش؟
لأنك لم تنوي والنية شرط في العمل، إنما الأعمال بالنيات. وشرعت النية في الأضحية في كل جميع العبادات لتمييز العبادات بعضها عن بعض، لتمييز صلاة الظهر عن العصر، لتمييز الغسل عن رفع الحدث الأكبر أو الأصغر. هذه الأولى. ثانيا يعني أنت تغسل بأي طريقة، نحل الدوش متي، يعني أن يعم الماء سائر الجسد، الماء خصو يقص الجسد كله من الفوق ديال الراس حتى الرجلين ديالك، ان يعم الماء سائر الجسد من اعلى الراس الى اخمص القدمين. ما معنى اخمص القدمين؟ اسفل القدمين، مفهوم؟ هذا وحده. انا جايك، لا تستعجل، انا بدي غادي نذكروها. لا ثانيا ان يعم الماء، نعم ثانيا، احنا جايين هذه النقطه مهمه جدا. ثانيا معلش، ان يعم الماء سائر الجسد مفهوم، مع المضمضة والاستنشاق، لأنها داخلة في قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، وقالوا فتطهروا الجسد كله، فتطهروا الجسد كله، نعم. والمضمضة هي داخلة في الجسد. إذا قلنا الإخوان ويعم الماء بأي طريقة، سواء وقف تحت الدوش ويغسل المضمضة، ولكن بشرط ألا يمس فرجه، لما يغسل يلمس حتى قص الفرج ديالو، الفرج ما معنى المقصود بالفرج؟ القبول والدبور، أي هادشي تيقولوا من مس فرجه فليتوضأ، وبعضهم قال هو الذكر والخصيتين أو الإليتين. المهم الإنسان ما يقص، يعني لما يكون كيغسل ويقرب ويغسل المضمضة، والمضمضة وهي إدخال الماء في الفم ومجه، والاستنشاق وهي جذب الماء إلى جيوب الأنف باش النظافة كتحصل، لأن هذا هو. إذن أن يعم الماء سائر البدن، والمضمضة والاستنشاق هي من البدن، وإن كنتم جنبا فتطهروا، جنبا فتطهروا، إذن في الفم والمنخار. وفي الآية الكريمة الله عز وجل يعني وإن كان في خلاف، هذا يقول سنة، هذا يقول سنة في الوضوء وفي الجنابة، وهذا يقول المضمضة والاستنشاق في الغسل واجبة وفي الوضوء سنة ومستحب، والخلاف بالفوق، لكنها يغسل، تغسل الإخوان، هذا هو القول. أي احنا جايين هذيك، أما طريقة الإنسان يعني إما أن تبدأ بالرأس هكذا ثلاث حتيات، وإما أنت مخير، إما تبدأ بهذا أو تبدأ بالشق الأيمن، الأفضل يبدأ الإنسان بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، ولا يمس ذكره بعد الفراغ من الوضوء. هل يعيد الوضوء؟ لماذا؟ من؟ لا لا لا، ليست بدعة. لا لا لا، دابا نذكركم بقاعدة فقهية واكتبوها. في لا 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 لا، لم يمس ذكره وهو لم يتوضأ، فقط هذه تكفيه. هل يصلي؟ هل هذا الغسل يصلي بصلاة الظهر والعصر؟ لماذا؟ عندنا قاعدة احفظوها حفظكم الله، هنا لما غسل حتى الوضوء دخل، دخلت قاعدة، دخلت الطهارة
الصغرى في الكبرى. صافي هو هذا، هو هذا اللي قلت. اذا هنا الصفه المجزئه مع المضمضه والاستنشاق، لان علاش حنا قلنا راه حتى هي ضروري، يعني كتكون فهذا الغسل هو كيرفع لك الوضوء، ولكن ما لم يمس، ما لم يخرج يعني شيء من السبيل. واش فهمتيها؟ انا فهمتها، ولكن هذيك البدعه ديالاش لا لا، حنا هذيك، هذيك ديال هذيك ديال هذه حنايا ديال الترتيب، انت كتهضر على الترتيب الوضوء ولا لا؟ لا الكامله، حنا جايين الكامله بوحدها. اما الكامله، الكامله صافي، هذه مفهومه، هذه المجزئه. انوي ونتخشى تحت الدوش وندير المضمضه والاستنشاق، شنو المشكله؟ هي الماء وسمع راسك وغسل، او دخلتي في البحر زي ولا الدوش. الماء كلشي 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 تقبط. لا لا، انت كتقبط الرشاشه، لا لا كتقبط الرشاشه. المهم واخا ما تدوش، الدلك عند الملكيه، الملك الدلك عند الملكيه، ولكن مجرد الماء، يعني ان يعم او ان يباشر الماء سائر جسدك. الذكر ديالك ما تقيشوش. لا الا 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 شوف، الا قصتي خصك توضى، الا ما قصتي شي كدير المضمضه والاستنشاق ما تعاودش الوضوء، صافي هذه اللي كاينه. من مس ذكره فليتوضا انما هو بضعه منك. نعم، فدابا ها يعني تقول هذا من مس ذكره فليتوضا هو مؤخر، والاول مقدم، والمؤخر دائما تكون يعني ناسخ للمقدم، لان يعني دائما. وهذا كان جو في قضيه المساله ديال الحديث الاول، يعني شكون اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم الاول وشكون هو الاخر؟ اذا الناسخ والمنسوخ. لا ما كاين مشكله. ما يقدرش لا يصب، يصب هو علاش غادي يقبط؟ هو ما يعني كيخوي باليمن وكيمسح باليسريه. شخومك دائما بهادي، هي الاستنجاء بهادي، الرشاشة، الرشاشة باك ميت ريخت وشخومك ميت لينكس. قضيتي الحاجة. لا معليش، ايه الدرس الماضي احنا لا حنا قلنا بالنسبة للاستنجاء الإنسان يغسل أو يستجمر بيده اليسرى كيمسح، يعني بالنسبة للمسح والغسل كيقبط الغرف، راه معروف كدير الغرف وكتمسح باليسرية، واضح داود لك ماشي؟ هي الذكر ديالك، وشنو الذكر مالو؟ شنو غدير أنت؟ لا انا كنقول ليه شنو غايه؟ لا ستمسح، غتغسلو، اما تغسلو ولا تمسح. ها؟ إذا ما عندك شيء أنا غادي نوريه. لا استحي في الدين غنقبط باليسرية هذا، وهذا هو الذكر، معليش هذه هي اليسرية. إيوا هو باليسرية. إيوا فهمتي؟ ها هو مسكين حليت لي المشكلة، سي دانك با. واش هي هذيك أخي؟ واش هو اللي كتسأل عليه؟ الله يفتح عليك. لا معليش، الاخ مسكين يسال ويستفسر، والله لا غضضة ولا عيبة، ونحن انا والله افتخر واعتز بهؤلاء الاخوان الذين يوجهون هذه الاسئله. لماذا نحن نتقزز؟ لا استحياء، كنتعلموا الدين ديالنا. الله يحفظك اخي، شكرا.
كيسأل الأخ. أما إذا كانت يده مجبوبة، إذا كانت يده مقطوعة، ضرورة تبيح المحظورات. تفضل. المجزئة. الله يفتح لك. دابا هناك من يقول الفرج من مس فرجه فليتوضأ. الفرج هناك من الفقهاء من الفرج حلقة، حلقة أو الإست، حلقة الدبر التي يخرج منها الغائط، تسمى إذا مسها يعني تسمى الإست، أو سميته نعم الحبوة. شوف اللغة العربية، الإست الحبوة. فإذا انحلت الحبوة حلقة الدبر. لا دابا انت غسلتي، عملتي هذا الشيء، نويت، ثم غسلت بالماء سائر بدنك، ثم مضمضت واستنشقت. طيب شنين واقد الوضوء؟ قلنا مس الفرج. إذا خرج أحد، ما خرج من أحد السبيلين، خرج البول أو الغائط أو الدرات أو الفوسة، هذا الشيء اللي خرج راه كيتنقد لك الوضوء. تغسل هو الأول. لا علاش؟ لا الماء كيحيد الماء. لا بلا ما تعمل الصابون. دابا هو إذا أراد الإنسان يعني أن يزيل آثار البول أو آثار النجاسة، إذا كانت على يعني معلقة على جسده، يزيلها أولا. صافيك، ما ديروش استراحة. يا الله. الإست، غطوا عنا إست قارئكم. الإست والحبوة. قال الفقهاء شنو هو النوم النقض للوضوء؟ قال فإذا سال اللعب وسقطت المسبحة وانحلت الحبوة وجب الوضوء. كنت ناعس هكا وطاح لك التسبيح وسال اللعب، صافي انحلت الحبوة، يعني الحلقة الدبر. هو ليس ناقضا، النوم ليس ناقضا، إنما هو مظنة للحدث. إن مسخين رأس إتش إس أوت. نعم. لا ماشي الصابون، على الصابون. إذا أنت مخير. لا هو الأخ يقول لك يجب أن يستعمل الدلك ربما لإزالة الأثر ديال المني ولا كذا، لا يشترط. أي حكام بيدك، ما كاين مشكل. فين لا كتبدا بالاستنجاء الأول. اش انت يا لا كتبدا بالاستنجاء الأول. الاستنجاء الأول حنا ما ذكرناش دابا، حنا جينا الاستنجاء الأول. الإنسان يغسل يعني الصرة وما حولها، متي وما حوت، صافي، ينوي ثم أن يرش، ولكن بشرط ما يقص الذكر. وما مرحبا، اسمعوا إخوان، اسمعوا، تفضل الأخ يسأل. مخير، هو مخير، مخير، إن لأن هذا الغسل هو يحمل الوضوء، دخلت الطهارة الصغرى في الكبرى، فهو مخير. إلا بغى يعود الوضوء يعوده، ما بغاش يعوده راه كافي. ها هو الغسل، إحنا دابا جيل الصفة الكاملة،
يعني اللي كيرويها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو ذر. هي صحيح، نحن دابا كنذكروا يعني ما يجزئ، والصفة الكاملة هي الأفضل. دابا هذه أنت دخلتي للبحر نويتي يحصل به، وإن كنتم جنبا فتطهروا، ولكن الصفة الكاملة هي اللي كيكون فيها الاستنجاء والاستجمار والوضوء الكامل، وعادة تبدأ من أعلى الرأس إلى يلا خير إن شاء الله. سبحانك اللهم.
أيها الإخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. إن شاء الله الآن سننتقل إلى مادة أخرى وهي مادة علوم القرآن. اليوم سوف نتحدث عن خصائص القرآن المدني. تكلمنا في الأسبوع الماضي على القرآن المكي وخصائصه، قلنا فيه كلا يا أيها الناس، البعث، مجادلة الملحدين والطبائعيين والدهريين. أنا كنت استعمل معكم العبارات باش تبقوا تفهموا أخوكم نور الدين. راه شو هاد الكلمات اللي قلت؟ مجادلة الطبائعيين. وشرب شيخي ولي تيقولها ابن القيم، شنو معنى الطبائعيين؟ طبيعة. والدهريين وما يهلكون إلا الدهر. ماشي الدهر هذا، لا الدهر الزمن. الله كلهم مكي، الله يفتح لك. وكلا وقصة آدم، ما عندي ما نسألكم إلا البقرة. يا أيها الناس، إذن القرآن المكي قلنا له خصائص، وكذلك الصور التي استهلت أو بدأت بالحروف المقطعة، نون، قاف، ألف لام ميم، ألف لام راء. البقرة قلنا فيها واحد شوية مدني وشوية مكي. نعم الله يفتح عليك. إذن اليوم نعم، ما هو القرآن؟ القرآن أخذنا القرآن المكي، نعيد، لا بأس أن نعيد، وهو على غير القاعدة الشيء إذا تكرر تقرر. الله يفتح لك. قلنا ما هو القرآن المكي؟ من يجيبني؟ القرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة. الله يفتح لك، ما شاء الله عليك. والقرآن المدني هو الذي نزل بعد، الله يفتح لك، نزل بعد الهجرة. يعني تكلمنا بما فيه الكفاية عن الخصائص القرآن المدني. والله يا إخواني أنا أنشدكم بالله إلى أنكم تتلقون هذه الدروس من أهم الدروس. والله والله لا أقولها مجاملة، وإن شاء الله سوف تذكرون ما أقول لكم وسوف ترون آثارها. هتشوفوا الآثار ديالها، بحيث أنكم ستصبحون دعاة إلى الله عز وجل وأنتم تتذكرون هذه العلوم. راه ماشي سهلة، نحن الآن نلقيها بمنهجية سلسة بطريقة هي المكلك، لأن ما يمكنكش أنت تفسر القرآن. شو دابا انت الحمد لله وليتي كتعرف القرآن المكي، القرآن المدني، الخصائص ديالو. خدينا بزاف، خدينا الحديث ابراهيم، الحديث القدسي، وخدينا القرآن، خدينا الحديث النبوي بقسمه، قسم التوقيفي والتوفيقي، ايوا، وخدينا مراتب الوحي. يعني هذا لا يستهان به. طيب اليوم غادي ناخذ الخصائص الصور المدني. اولا خصائص الصور المدني تتميز بالآيات، بالآيات بالآيات الطويلة. خصائص القرآن المدني بالآيات والمقاطع الطويلة، أو الآيات الطويلة قبل ما تكون المقاطع. قل إحنا حسن نلتزموا، وخا المصنف ذكر أنا أستحب أن أقتصر على الآيات، إما نقول الآيات أو الصور. تدينتم بدين الى اجل مسمى، هذه آية نعم المدني في البقرة. فاغسلوا وجوه، الآية الطويلة. نعم طيب، ثانيا إذن أول خصيصة وهي قلنا الآية تتميز بالآيات الطويلة. ثانيا أن خاصة من أهم خصائص القرآن المدني أنه يركز على ذكر المنافقين.
يركز على ذكر المنافقين وصفاتهم والتحذير منهم. مثلا في سورة البقرة: ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. يعني ذكر الله تعالى صفتهم في 13 صفة. شوف هذا وقيل ذاك المدير، أظن هو يا إوا. شوفوا شكون مشي يدخل الناس واحد بال قلت لكم هو عرفته بخشخشة عليه. مرحبا حياك الله. القرآن، سمعوا الإخوان الله يرضي عليكم، القرآن، لأنني سأسألكم في المرة القادمة كيف تميزون بين القرآن المكي والقرآن المدني. من أهم خصائص القرآن المدني أنه يركز على ذكر المنافقين وصفاتهم والتحذير منهم. نعاودوها يوقفين احنا. ثالثا، معظم الصور المدني تبدأ بيا أيها الذين آمنوا، القرآن المكي يا أيها الناس. الله يفتح لك. زوينة هذه الفائدة. إذا المدني أنت كتكون كمفسر، يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا، هذه آية مدنية. يا أيها الذين آمنوا، لأن الذي يتبين أن الأحكام الشرعية مدنية. مدني كلها، الميراث، الطلاق، الزواج، التشريع، كله، المعاملات، البيع والشراء، حيت الأصول ديال المعاملات كلها في المدينة تشرعات. المعاملات، نظام الأسرة. طيب قلنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. دعوة خصائص صور الرابع. إذن الرابع يعني يتميز القرآن المدني أنه فيه الدعوة، دعوة أهل الكتاب، دعوة أهل الكتاب اليهود والنصارى، يعني يدعوهم ويجادلهم في المدينة، لأنهم كانوا يعيشون معهم في المجتمع المدني. لازم بني قريضة، بني النضير، بني قنيقاع. إذن دعوة أهل، شوف إلى خرجنا حنا هرب هذه الفوائد ما شاء الله، والله العظيم، والله العظيم اللي كنقول لك. ها الله يفتح لك القرآن، ما يفتح لك. حنا دابا هذه فوائد عظيمة جدا، يعني الإنسان يخرج طالب العلم وهو يلم بثقافة مادة علوم القرآن، فيميز من خلال هذه الدراسة والبحوث العلمية التأصيلية بالقرآن المكي والقرآن المدني. ما شاء الله، الحمد لله. إذن تفضل. المنافق، سورة التوبة، سورة الروم، أحسنت. هي صحيح. لا، الملحدين المنكرين المشركين. وعلاش انا كنقول الدهريين والطاين؟ نيت بخريب ماي الدهريين. الدهريين هما الملاحده اللايكيين اللي تيقول لا ان الدين افيون الشعوب، حتى هو كيدخل في هذا كي الملحد. الملحد اما في المدينه الماركسيين واللينيين والأينشتاينيين. إذن دعوة أهل الكتاب ومجادلتهم أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب ماشي هما اللي المشركين كانوا في مكة، للدخول، يخاطبهم للدخول في الإسلام عن طريق الإقناع، لأن الدين ديانا ليس فيه الجبرية ولا الإكراه، لأنه لا إكراه في الدين، لأنه بين واضح
ساطع كشعاع الشمس في الهواء، يخاطب العقل والفطرة، وجاء لتلبية حاجة الناس في الجانب الاقتصادي السياسي الفكري الاجتماعي الانتروبولوجي السيسيولوجي. فاش ما بغيتي القرآن دخل، ما كاينش الملاغ وكل شيء جراتويت. زيد دعوة أهل الكتاب ومجالدة للدخول في الإسلام عن طريق الإقناع. زيد وبعدها ويشتمل القرآن المدني يشتمل على الحدود والفرائض، فرائض الصلاة الصوم الزكاة الحج. الله يحفظ خويا الله يكثر خير. الحدود والفرائض، الحدود معروفة. لا ولكم في القصاص حياة يا أولي. صدقت يعني قضية الزانية وقضية أيها لأن جامعة يعني قد الصورة قد تكون يعني بعضها مكي وبعضها مدني. فيها خليطية، فيه مكية ومدنية صعب حل البقرة إن شاء الله. دابا انتما احنا لابد الآن أن نراعي سنة التدرج ولا نستعجل ولا نخلط بين هذا وهذا حتى لا تتشتت أذهاننا. غير بشوية، أول حاجة نضبطوا المكي، ثانيا نضبطوا المدني، لما نضبطوا نأتي إلى ما ذكره أخونا إبراهيم. إذن فالصورة إذا اشتملت على ذكر الحدود أو ذكر الفرائض، الحدود التي حدها الله عز وجل، شرب الخمر، قضية الزاني، قضية القاتل، أستراف في الحدود. ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب، وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر، هذا هو الحدود. وقضية الحرابة لهذو اللي كيقطعوا الطريق، ولكن الذي يقيم شرع الله هو خليفة المسلمين أو ما يقوم مقامه، ليس حتى يجي شي واحد بقاو نقولوا الفضل، لا ما كان شيء، رحنا صابرين. إذن والفرائض هي الصلاة والصوم والزكاة والحج. طيب قتلنا جيت بعدها تتميز بذكر قواعد الشرع وأهدافه وصفاته، كتبين لنا القواعد ديال الشرع، الإسلام، الإيمان، الإحسان، البر، كل ما يتعلق بالقواعد ديال الشرع الكلية اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وكتبين الأهداف لعلكم، مثلا كيقول لك الله تعالى عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، زيد لعلكم تتقون، وكيبين لك الهدف. إذن شرع الصيام من أجل التقوى، والتقوى هو هذا هدف. نعم الهدف هو التقوى لكي يكون جنة ووقاية لك. تتحدث عن قواعد الشرع، تتميز يعني القرآن المدني يتميز بذكر قواعد الشرع وأهدافه. قواعد الشرع وأهدافه. واللي بعدها يتحدث عن العبادات والمعاملات والشؤون المالية والأنكحة والزواج والطلاق، كل القرآن هذا القرآن المدني. إذا لما تلقى شي آية مثلا في الأحكام الله يرضي عليك، الحكم في الزواج في العبادة، ولكن في العقيدة مكي، مجادلة الملاحدة الله يفتح لك، ولكن مجادلة أهل الكتاب ها السيكيوريتي كتميز. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، الله يفتح عليك ما شاء الله. إذن أنتم أبقيتم علماء
ما شاء الله. مدني هذا، مدني مدني، الجهاد، الجهاد للدفاع عن الوطن، فهمتي؟ حنا دابا كان دائما لما كنهضر راه كنراعي اللفظ ديالي انا، فهمتي؟ يعني جهاد باش يدافع الانسان على الارض والوطن. يلا زيد القدام صافي. دافع النفس والمال وكذا. طيب شنو هي الفوائد؟ الان عندنا واحد السؤال يسهل بلونغري، لماذا شنو هي فوائد المكي والمدني؟ غادي نذكروا واحد انتهينا من الخصائص. فوائد المكي والمدني هو تمييز الناسخ من المنسوخ. كنميزوا الناسخ من المنسوخ لأن القرآن فيه الناسخ والمنسوخ. مثلا هناك آية مكية ثم جاءت آية مدنية، هذه الآية المدنية كتنسخ ديك. إذن فالقرآن المدني هو ناسخ للمكي، وهذا هو باش كنعرفوا القرآن المكي والمدني. إن شاء الله نجيبوا بعض الأمثلة إن شاء الله. مثلا نجيبوا عندنا مثلا في القرآن الكريم خصنا نعرفوا ما معنى النسخ، وهذا سوف إن شاء الله نأتي إلى دراسته إن شاء الله. مثلا عندنا مثلا واحد الآية أن المرأة إلى مثلها الرجل ديالها، كان في الأول في بداية الإسلام أن المرأة إلى مثلها الرجل ديالها شحال كتعتد؟ سنة حول. طيب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا متاعا إلى الحول غير إخراج، بمعنى إن فراو مان أوفر ليدن يموت بلايفن إن تاوس 12 مان. تبارك الله خير نور الدين. الله إلا ما عندي ما عندي ما نسر. إوا شوية شوف يا إبراهيم راني كنهضر بالهولندية. بلاتي لا تستعجل. إذا قلنا غير باش نبينوا للأخ، كنبينوا أن هذا عندنا أن المنسوخ بلاتي المنسوخ هو شنو المنسوخ؟ وهي لا المعتدة، جبنا غير كمثال فوربيدن المعتدة 12 12 شهرا. المعتدة هي المرأة اللي مات لها رجلها كتبقى في الدار 12 شهر. هذا هو هذا هذا كان في الأول، ولكن في القرآن كاين يعني منسوخ، يعني تلاوة منسوخ حكما وبقي تلاوة. باش منسوخ بالآية الأخرى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة عشرة أو عشرة أيام هجرية، نعم قمرية. كل شيء كل شيء حنا يسألونك عن الأهل، حنا كنتعاملوا بالقمري. لا في كل شيء، لا كل شيء كل شيء. في الصوم يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج. لا لا احنا كنبهوا في المساجد. لا الإنسان لابد أن يرتبط الإنسان بالأشهر القمرية، بالقمر. احنا في الصوم في الإفطار حساب. إذا المفهوم هذه الآية الأولى منسوخة. منسوخة كين الناسخ والمنسوخ. الناسخ هو اللي كينسخ الحكم الأول كيحيدو. منسوخ هو والذي أربعة أشهر وعشرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. واضح؟ طيب المرأة إبراهيم إذا كانت حامل
وتوفي زوجها فبأي العدتين تعتد؟ المرأة إذا توفي زوجها وكانت حامل وتوفي زوجها، دابا هل تعتد بعدة الوفاة أم بعدة الحمل، وضع الحمل؟ لا لا، وقتاش كتسالي العده ديالها؟ ماشي انا كنسول على هذا، واش بوضع الحمل ولا سالت 4 شهور؟ لا على حسب. لا 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 زيد مثلا اطولهم الذي يحكم. احسنت. دابا لا لا معليش، لا لا حنا دابا جايين تعتد قالوا بابعد الاجلين. مثلا المراه هذه راه مهمه يا اخي، هي المراه حامل وتوفى الزوج ديالها، طيب هاد المرأة مات الزوج ديالها وبعد مضي بعد شهرين وضعت، هل انتهت عدتها؟ انتهت عدتها، انتهت، لأن هنا كناخذوا يعني وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن هنا مرتبطة بالحمل. طيب إلى سالت 4 شهور و10 أيام وهي باقي حامل، انتهت العدة ديالها؟ دابا على حسب، إلى هكذا كيقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين الفقهاء، لأن مع الآية، لأن هي حامل ودابا اجتمعت لها العدة الوفاة، فاللي سبقت دابا إلى سبقت دابا 4 شهور و10 أيام وبحث في هذه المسألة إن شاء الله ونبحثوا فيها. زوينه ياك، نناقشها ان شاء الله، نتركها. اذا مفهوم هذه القضيه. اذا اخواني تمييز، لا تمييز الناسخ من المنسوخ. ها صافي باش صافي صافي، الله يجعل البركه. يلا الحمد لله، زويون زويون هذا الشيء، راه خدينا ما شاء الله الحمد لله، خديتو فوائد عظيمه جدا. لا 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 ما كاينش باوز. لا احنا ما عندناش الاجر ومير. ها هو بارك، هذا سهل ويسير على الطلبة. واضح الاخوان شبابنا، يا معشر الشباب، هل استوعبتم الدرس أم ما زال يكتنفه الغموض والغبش؟ خير إن شاء الله. إن شاء الله تعالى اليوم تحدثنا على، قلنا الفعل هو ما دل على حدث، وهذا الحدث قد ارتبط بزمان، وهذا الزمن هو على 3 أقسام، إما أن يكون زمن ماضي أو زمن المضارع يعني الحال نوي، أو المستقبل تكومست، أو الأمر. فنحن لا بد أن نعيد هكذا إعادة سريعة، لأن مادة النحو مادة معقدة ودسمة وتحتاج دائما إلى التركيز. طيب من كيف نميز بين الفعل الماضي والفعل المضارع؟ شنو هي العلامات؟ تفضل هذا الاخ هذا. اها العلامات ديالو الاخر، جيب لنا شي حاجه. مثلا شي فعل، اشرب او شربت ولا دخلت ولا شربت. احسنت ما شاء الله، شربت هكذا نقول، فعلت شربت فعل ماضي. زيد شكون يجيب لي مثال اخر؟ لا وجب ذهب، حيد لنا التأنيث، جيب لنا شي حاجه. دخلت شي حاجه اخرى، حفظت، زيد زيد جيبوا لي. لا كتبت، لا ولكن جيبها في شي جمله. كتبت رساله،
أو ذهبت إلى المدرسة. يلا يفتح لك هكذا باش نبقوا شي شوية يكخان نهار شخول ياك. طيب إذن كما أشار الأخ العلامة ديال الفعل الماضي كتكون دائما في الأخر، ذهبت أكلت شربت لبست خلعت ارتميت خوفنا، خوفنا الخوف المحمود أو الخوف المذموم، أخافهم الخوف المذموم حتى. طيب والفعل المضارع كيف نعرف الفعل المضارع؟ الفعل المضارع أن تكون أن يكون مبدوءا بعلامة في أوله. شنو هي الحروف اللي قلنا؟ أنيت مثلا دخل، كيفاش غادي نقول أنا؟ لا أنت مشيتي للماضي، دخل بغيت نقول أنا دخلت في الفعل المضارع. أنا أدخل، أنا هو سيدخل، لو قلت هو هاي سيدخل نعم. إذن أدخل تدخل يدخل ندخل تدخلون يدخلون وهكذا. واضح؟ الآن غادي نمشيو فعل الأمر. احنا كنمشيو يلا الفعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبل. دون، اشرب، اجلس، اقرأ، تصدق، يعني كي يقول لك شي حاجة خص تعملها يموت دون، هذا هو الأمر. إذن نكتب فعل الأمر هو كل فعل، كل فعل. إذا أردت أن أكتب أكتب نكتب لكم واخا حسن نكتبه ما كاين مشكل بس واخا. بسم الله. إذن فعل الأمر، فعل الأمر، فعل الأمر فعل الأمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في المستقبل. مزيان هكايا مكتوبه باش تكتبوا على خاطركم. مزيان القاعده، لان اهم شيء في النحو القواعد، يعني تكتبوا القاعده مهمه جدا. وعاد الامثله احنا ان شاء الله دي. اغسل يديك، شنو هذا؟ فعل امر. اقرا كتابك، احسنت. نظف اسنانك، فعل امر. ولا تدخل الطعام على الطعام، فعل أمر هذا ولا؟ لا تدخل الطعام، فعل أمر. لا تدخل، أحسنت. أي صح. ضع قبل كل اسم من الأسماء الآتية وبعده فعل. لا احنا نمشيو خصنا نمشيو للأمر.
في هنا تيقول لك، هنا غادي نقرا عليكم، تيقول لك ميز بين الافعال الماضيه والمضارعه وافعال الامر. جانا الفلاح، شنو جانا الفلاح؟ احسنت. قطنه وباعه، يا ابراهيم لا تستعجل ولكنكم قوم تستعجلون. ثم اشترى ببعض ثمنه ما يحتاج اليه. الله يرضى. يحتاج ماضي ولا مضارع؟ مضارع. الله يفتح عليك. نظر الطفل الى الطائر، نظر وهو يحلق في السماء، يحلق في السماء، الطائر يحلق، يحلق، يحلولقت الطائرة في جو السماء، فعل مضارع. الله يفتح لك، ما عندي ما سألك. فأحب أن يطير مثله، فأحب، فأحب فعل مضارع، حب فعل مضارع، زيد أن يطير مثله. طيب أن يطير، أن يطير مثله، يطير فعل. طيب هبت العواصف ليلا في الماضي، فأطفأت المصابيح مضارع، واقتلعت بعض الأشجار اقتلعت ماضي، سطى الذئب على الغنم سطى. أحسنت. ما عرفتوا ما معنى سطى؟ انقض. فافترس واحدة وفر هاربا، ادخل البستان وفر، وفر فعل ماضي ولا مضارع؟ فر فعل ماضي. ادخل البستان، شنو قلتي؟ امر. علاش؟ لان فيه امر. الله يفتح لك. ادخل البستان ومتع نفسك بمنظره، فعل ومتع. احسنت. ولا تعبت، ولا تعبت بلحيتك ولا بثوبك ولا بخاتمك ولا بقلنسوتك، فعل امر. ولا تعبت. لا تكثر من الكلام، لا تكثر من شقشقة الكلام وزقزقة الكلام، هذا من باب إطراء الرصيد الثقافي. راه لا بد، خصني كنعطيكم بعض المفردات، الشقشقة والزقزقة وديباجة اللفظ، شي كلشي راه مهم. ديباجة هي كتزوق، ديباجة. اغسل يديك ثلاث مرات، فعل امر. ونظف اسنانك، هذيك اخذيناه، زيد. ولا تدخل، ولا تدخل الطعام على الطعام، ولا تدخل فعل الأمر، هذا ماشي لا علاش قلنا فعل، لأن الفعل هو أدخل، لأن فعل رباعي. طيب بغينا دابا الآن نطلبوا من الطلبة ديالنا، كل واحد منا غادي يركب لنا جملة ديال الفعل الماضي، واحد ديال المضارع، واحد ديال الأمر. مثلا نجيب لكم شكون، كل واحد غادي ياخذ، كل واحد غادي يكتب عنده كلمة. يلا ابراهيم كتب انت يا الغصن بشويه عليك، الغصن، الغصن، غصن الشجره. طيب كتب انت الغصن. لا لا انت دب... لا انت غتدخل عليها فعل الماضي ولا مضارع؟ غصن. انت الزجاج، معليش باش نتعلموا، الزجاج
نتايا القلم، نتايا الشمس، نتايا البحر. ابراهيم القطار، لا ابراهيم تفيه. وانت يا التمر. فكروا انت عطيتها انت يا واخ، انت يا غتاخذ اخويا المصباح. عرفتي شنو المصباح؟ المصباح هو هذا. صافي فكري بشويه، نعطيكم تفي مينيت كل واحد يفكر بشويه. يلا فكر ابراهيم، كتبتي الغصن؟ صافي يلا قول في الماضي ولا في المضارع؟ بالفعل المضارع. إلى الغصن، ما شاء الله. زيد ابراهيم، يستند، استند على الغصن. ممتاز يا احمد، استند. ما شاء الله، الله يفتح عليك يا سيدي ابراهيم. يلا من يلي ابراهيم؟ انت شنو اعطيتك؟ يلا والبحر سهل. ما كاين مشكل، مزيانه جمله زوينه. اذهب الى البحر، احسنت. اذهب فعل ماضي هذا المضارع ولا مضارع؟ احسنت، ذهبت. ممتاز، فعل ماضي هذا الامر. اذ عند، ما شاء الله مزيانه ما شاء الله. عندما يكون هائجا، عندما يمخر عبابه. زيد ابراهيم. ها الله اكبر، ما شاء الله ابراهيم. ذهب القطار الى المدينه. الى اي مدينه؟ لا من هنا غيمشي القطار المدينه. لا لا جيب شي مثال، لا 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 جيب لنا حاجه. انا في هولندا. ذهب القطار اياه هكذا حاجه الى مدينه ايدهوفن. زيد انت يا زيد، الماضي والمضارع والامر. لا ذهب جيبها ماضي مضارع. ذهب القطار، اذا في المضارع شنو نقولوا؟ القطار كنبدلوها، القطار يذهب. احسنت، الله يرضى عليك. نعم انت الامر، الامر جيبني الامر. احمد يا ابراهيم جيبنا الامر. خان نار التران. احمد، لا احمد اذهب. قل قطار، الله يفتح لك. انت اذا اتينا بالازمنه الثلاثه. ها لا لا باقي، باقي هذا الاخ وباقي الاخر وباقي هذا الشاب، هذا الذي اختفى من وراء الستار. نعم تفضل. نجر معاذ قلمه. ايش؟ القلم. ماله؟ نجر معاذ قلمه. نجر؟ لا لا لا، هذيك تكون في الخشب. في الخشب هذيك سميتو ابرمه. ابرمه مشيتيها ابرمه. شي نجر؟ لا ابرمه. انا نعم هي عرفت هذاك الشيء كنعرفو، هذيك راه في المغرب كله. زيد في الشمال. أبرم معاذ قلمه. برم أبرم قلمك يا معاذ. مزيان. معاذ يبرم قلمه. مزيان ممتاز، الله يفتح عليك. واش تي شكون الأخ؟ شنو عطيك المصباح؟ أه ممتاز ما شاء الله. أشتعل. أشتعل المصباح. زيد والأمر. أحمد أعطيه.
خطاب اشتري اشتعل او شغل. نعم مزيان شغل صح. او اوقد اوقد احسن. اوقد اوقد مش صح. يلا الزجاجة. لا 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 بسيطة الزجاجة سهلة. الزجاج وخلاص. نعم كسر إبراهيم زجاجة. طيب أنا أعطيكم بدلوها لكن نقول لك الريح. يلا أخ يلا فكر الريح. أنا أعطيتك الريح يلا صافي. وأرسلنا الري يلا زين. نظرت نظرت إلى الشمس بعد العصر. هي زين مزيان مزيان. لا نظرت نظرت فعل الماضي لأن في الأخر نظرت في المضارع. أنظر إلى أو نقول أنظر إلى الشمس في ربيعة النهار أحسن. أنا كنعاونكم شوية. أو نظرت إلى الشمس في كبد السماء فوق الزوال. أو نظرت إلى الشمس وهي بازغة باش كتكون جملة حالية. مزيان زيد الأمر. أغلقت أغلق أغلق النافذة. نعم صح خليه زيد. يلا أنت يا شنو أعطيتك؟ ها خليه. لا خليه شنو تمر. آه أعطيتك التمر ما شاء الله. ها مزيان مزيان. أكل التمر مزيان زيد. لا خليه دعه هو يجيب بنفسه. مضارع ولا أمر هذا؟ أنا آكل التمر. ها؟ لا ماشي أمر هذا. أنا آكل التمر. إذن هذا فعل ماضي ولا مضارع هذا؟ مضارع آكله. والماضي؟ الله أكبر. لله ضرك لا فض فك ولا خشبت أسنانك. ما شاء الله. بقي لك الأمر. لا 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 زيد عودة محمد. كل ماشي أكل محمد. كل كل التمرة عاوتاني التقاء الساكنين. كل هذيك بوحديها. يلا شكون اللي باقي لينا؟ أهلا أهلا وسهلا. لماذا؟ لا لا معليش خليه مسكين بشوية. هبت نعاونك. الريح عصف عصف الريح أو هب الريح في الماضي. دير أو هب. أقول هب أحسن. الريح تهب. لا مضارع تهب. هبتي هبتي في المضارع. والأمر هبي ماشي حبي. هبي خير إن شاء الله. إيوا إن شاء الله تعالى. طيب بقات لنا شي تمارين ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمتابعه.
نصلوا بها العشاء ثم ننطلق